بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل قصة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم كما وردت في سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له فألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على موسى عليه السلام ومننه قبل أن يأمره مؤكدا أمرا مؤكدا بالذهاب إلى فرعون لتبليغ رسالة الله عز وجل. ذكر سبحانه وتعالى أول مننه عليه في استجابة دعائه، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم ذكر سبحانه وتعالى
ما من به عليه في صغره وإنجائه من فرعون وتربيته في بيت فرعون وما جرى بعد ذلك من قتله لنفس ونجاته تنجية الله عز وجل له والفتنة التي امتحن بها موسى صلى الله عليه وسلم في كل ذلك من بداية أمره إلى أن تم وجاء في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى لتلقي الوحي والرسالة والتكليم. وكل هذه الفتن كان موسى صلى الله عليه وآله وسلم يهيأ ويربى ويعلم أعظم تربية وتهيئة وتعليم حتى يكون قادرا على حمل أباء الرسالة ويخرج من كل فتنة كالتبر الأحمر الصافي الخالص ثابتا على الحق عنده مزيد بصيرة وعلم وعزيمة وإرادة على طاعة الله عز وجل. وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين. سبحان الله، الفتن التي ذكرها الله عز وجل التي فتن بها موسى وفتناك فتونا، الامتحانات عدها سبحانه وتعالى ضمن النعم. وهذا يجعل العبد يتوقف، هل هذه المحن، هل هذه الفتن هي من النعم والمنن؟ نعم والله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الأمور التي تكرهها النفوس يرتب الله سبحانه وتعالى عليها من أنواع الخير للمؤمن ما يظهر بها جليا أنها من نعمه عليه، لأنه كل فتنة منها يخرج منها أفضل مما كان، ازداد إيمانا وإسلاما، بل هو سبحانه وتعالى جعل قلوب الكافرين والظالمين والمنافقين والفاسقين تتقلب على ما يكرهه سبحانه وتعالى ليرى عز وجل من عباده المؤمنين ما يحب. نقول أضل الله الضالين من أجلك أيها المؤمن، من أجل أن تعرف قدر هدايته ومن أجل أن تقاوم شر ضلالهم. أهلك الله الهالكين لكي تتعبد له بأنواع العبودية ويكون ذلك خيرا لك. فالناس تكره الفتن ومع ذلك فهي خير للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذلك نقول أن من ضمن المنن التي امتن الله بها على عباده المؤمنين ما يمتحنهم به سبحانه وتعالى فيخرجون ثابتين على الحق، قد ازدادوا إيمانا وإسلاما، ازدادوا إيمانا وأحوالا باطنة تقربهم من الله، وازدادوا إسلاما من الطاعات الظاهرة والعبادات التي تقربوا بها إلى الله أثناء المحنة والفتنة، فصاروا إلى الله عز وجل أقرب. فكانت هذه الفتن رغم أنها تكرهها النفوس ويفتن فيها من يفتن بالابتعاد عن طاعة الله، إلا أنها في حق أهل الإيمان من النعم والمنن، وهي سبيل للتمحيص، تمحيص المؤمن من نفسه وتمحيص الطائفة المؤمنة ممن دخل فيها ليس منها، فهي منن أيضا في كل حال هي منن. قال عز وجل: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. فبقي عليه السلام في أهل مدين 10 سنين، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق أن نبي الله وفى أتم الأجلين. قال: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر. نجد أصول الإيمان دائما تذكر في هذه المقامات العظيمة،
ذكر الله سبحانه وتعالى في أول ما خاطب موسى التوحيد واليوم الآخر، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فذكر أصول الإيمان، القضايا الكبرى التي تدور حولها الرسالة والنبوة، والتي هي في الحقيقة حاجة الإنسان إلى تذكرها دائما، حاجة ضرورية لا بد وأن يستحضر هذه القضايا، والدنيا تشغله عنها، الوحي جاء من عند الله ليذكره بها. فسعادة الإنسان في أن تظل هذه القضايا الكبرى هي محور حياته وتفكيره، ودائم التفكر فيها والتدبر لها. ومن ضمن هذه القضايا الكبرى الإيمان بالقدر، ولذلك كان هذا البيان: ثم جئت على قدري يا موسى، رغم أن الأمر كان على غير موعدة بخلاف المرة الثانية التي جاء فيها موسى على وعد، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل. فقد ذكر سبحانه وتعالى أنه في المرة الثانية كان على ميعاد، فتم ميقات ربه 40 ليلة، ولكن في هذه المرة لم يكن على موعد، ومع ذلك كان هناك أمر مقدر سابق عند الله حتى لا يغفل الإنسان عن قضية القضاء والقدر، أن الأمور كلها بقدر من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يدبر الأمر، وأنه سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم جئت على قدري يا موسى، وهذا القدر علم الله وكتابته وإرادته وقدرته في إنفاذ ما أراده سبحانه وتعالى، وخلقه لأفعال العباد حتى يفعلوا. ثم جئت على قدري يا موسى، وختم هذه المنن بقوله: واصطنعتك لنفسي. وهذا كأعظم دافع يدفع موسى صلى الله عليه وسلم إلى أن يمتثل الأمر الهائل الذي أمر به، وهو أمر من أشق الأمور على النفوس ما لم تكن مهيئة مستعدة، وهو أن يواجه فرعون هذا الملك الطاغي الذي جاء موسى مختفيا مستترا، يريد أن يرى أهله وشيعته وعشيرته دون أن يشعر به فرعون، وإذا بالأمر أن يذهب له مباشرة، يواجهه هو شخصيا ويوجه له الدعوة إلى الله: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما هو الأمر الذي ختمت به سلسلة المنن التي ذكر الله بها موسى عليه السلام حتى يقوى على هذا الأمر العظيم الشديد على النفوس؟ هو أن الله اصطنعه لنفسه واجتباه سبحانه وتعالى، خلقه سبحانه وتعالى لنفسه ليعبده. وكما ذكر عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، أخلصه الله لنفسه، جعله سبحانه وتعالى لعبادته، وهذه أعظم منة يمن بها على عبد من عباد الله، أن يكون مخلصا، أن يكون محررا لله سبحانه وتعالى، أن يكون ليس له هدف إلا ما خلق من أجله، من أن يعبد الله سبحانه وتعالى. واصطنعتك لنفسي، فإذا علم العبد أنه اصطنع، أن الله خلقه سبحانه وتعالى وصنعه لعبادته، فهل يمتنع من أي أمر من أوامر الله عز وجل؟ الله عز وجل خلق خلقا كثيرا جعلهم لغيره، جعلهم سبحانه وتعالى يعبدون سواه، جعلهم يهتمون بغير أمره، جعلهم يريدون غير وجهه، وهؤلاء أكثر البشر من الإنس، وكذا أكثر الجن. فإذا علمت أن الله اجتباك واصطفاك واختارك من بين أمثالك وأقرانك
وجعلك من عباده المخلصين، فأنت إذن لا تفرط في هذه المنة العظيمة ولا تقصر فيها، بل تبذل كل جهدك وقصار ما عندك في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. واصطنعتك لنفسي. الله سبحانه وتعالى اجتبى موسى صلى الله عليه وسلم بكلامه: إني اجتبيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولكن هل يعني ذلك أن المؤمن ليس له نصيب من واصطنعتك لنفسي؟ نقول بل كذلك، كل المؤمنين اصطنعهم الله عز وجل مخلصين له سبحانه وتعالى قدرا كما هو شرعا. قدر الله سبحانه وتعالى أن يكونوا قائمين بعبادته مخلصين نيتهم له سبحانه وتعالى، فهذا اجتمع فيه الشرع والقدر. نصيب المؤمن من ذلك أنه من عباد الله المخلصين، فعباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته، عباد الله المخلصون هم الذين اصطنعهم الله عز وجل لنفسه وجعل حياتهم وقفا على طاعته، جعل أمرهم كله في مرضاته سبحانه وتعالى، حتى ما وقعوا فيه من الذنوب يجعله الله وسيلة إلى عبادة التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهم الذين اصطنعهم لنفسه سبحانه وتعالى. وهذا ينبت الحب في القلب أضعافا مضاعفة، لأن شهود المنن أعظمها شهود منة التوحيد والإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا الشهود ينبت الحب في القلب أعظم الإنبات، بل ويجعله ذا ثمار عظيمة وظلال وافرة في قلب العبد المؤمن يشهد بها حب الله سبحانه وتعالى له وإرادته إياه، فيعظم ذلك جدا عنده، فيحب الله من كل قلبه ويطيعه بكل ما أوتي من قوة، لأن الحب هو الدافع المحرك الأعظم في حياة المؤمن، حب الله سبحانه وتعالى. وهذا الحب ينبت على مشاهدة الجمال والجلال وعلى شهود المنن والنعم. فالله سبحانه وتعالى جمع لموسى في هذه الآيات ما يجعله ينطلق بكل قوته في طاعة الله عز وجل. واصطنعتك لنفسي، كما ذكرنا خاتمة سلسلة المنن التي امتن بها على موسى، أعقبها بقول اذهب أنت وأخوك بآياتي. الأمر إذا كانت هناك منن ذكرت وختمت بأن الله اصطنعه نفسه، فتهيأ موسى صلى الله عليه وسلم واستعد، فكان الأمر بعد ذلك اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر. وقد سبق أن أشرنا إلى مثل هذا المعنى، أعني أن ذكر الاجتباء والاصطفاء هو يعني من أعظم ما يؤدي إلى بذل الجهد، كما قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. فما بماذا سوف يجاهدون في الله حق جهاده؟ ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ أن يعلموا أنهم مجتبون. ما الذي يجعلك تحتمل مشاق الجهاد ومشاق الدعوة إلى الله؟ إذا علمت أن هذا اجتباء، الله اصطفاك حتى أورثك الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فعند ذلك تقوم به بكل طاقتك وقوتك. اجتباك لهذا الدين واختار لك الدين وسماك مسلما، كما ذكرنا مثل هذا المعنى فيما هيئت به مريم عليها السلام لتتحمل المحنة والمنة في نفس الوقت العظيمة في ميلاد المسيح منها بغير أب. قال الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ذكر ذلك قبل أن يذكر إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فذكر الاجتباء يهيئ النفس ويعينها على تحمل أعظم المشاق
وأعظم الجهاد وأعظم وظائف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فليست الدعوة إلى الله وظيفة يؤخذ عليها جعل دنيوي ليقام بها، لو كانت كذلك فشلت. وما نجحت القيام بأمور الدين أعظم منة يمن الله بها على عباده، فشهود هذه المنن يدفع الداعي والمجاهد والقائم بأمر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يدفعه إلى أن يبذل كل طاقته وجهده في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام أنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه، يرعى لصهره غنمه حتى انتهت المدة وانقضى الأجل. هذه السنين في الحديث سنون في الحقيقة، كانت تهيئة لموسى لقيادة الأمة وفرصة للتدبر والنظر في آيات الله في الكون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما أرسل الله نبيا إلا ورعى الغنم، لأن هذه فترة وفرصة للخلوة والتدبر في آيات الله في الكون والتفكر في صنع الله سبحانه وتعالى، حتى يعظم في قلب العبد الشعور بملك الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يصغر ملك الناس ويهون ويزول، ويستطيع الإقدام على ما أمر الله عز وجل به. قال ثم جاء، حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد، والأمر كله لله تبارك وتعالى، وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. ولهذا قال ثم جئت على قدري يا موسى، قال مجاهد أي على موعد. وابن كثير يقول من غير ميعاد، نعم من غير تواعد بينه وبين الله عز وجل، لم يخبره الله أن يأتي بعد حين معين، وإنما هو على موعد عند الله سبحانه وتعالى، مقدر على ميقات محدد عنده، هو القدر الذي ذكره الله عز وجل. وعن قتادة في قوله ثم جئت على قدري يا موسى، قال على قدر الرسالة والنبوة. على قدر الرسالة والنبوة، يعني الله عز وجل قدر أن يوهب هذا الفضل في هذا الموطن، قدره سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن كثير ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته، فمشيئة الله عز وجل، و هو سبحانه وتعالى الذي إذا شاء شيئا كان. قال وقوله واصطنعتك لنفسي، أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي، أي كما أريد وأشاء. كما ذكرنا أقرب ما يفسر به واصطنعتك لنفسي قوله عز وجل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، كان مخلصا لله عز وجل، أخلصه الله لعبادته. ولا شك أن من أعظم مهمات العبودية في حقه القيام بأعباء الرسالة والنبوة، فهذا واصطنعتك رسولا لنفسي، يعني مش هو رسولا إلى فرعون، لكن لنفسي أي لله سبحانه وتعالى، خلق يعني اصطفاء، أن الله عز وجل اصطنعه لعبادته سبحانه وتعالى بأداء مهمة الرسالة والنبوة. روى البخاري عند تفسيرها عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة، قال نعم، قال فوجدت مكتوبا علي قبل أن يخلقني، قال نعم، فحج آدم موسى أخرجه، يعني هل وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى، أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، يعني بخطيئتك، يلومه على المصيبة التي حصلت بسبب الخطيئة، ليست مصيبة مجردة ولكن مصيبة حصلت بسبب الخطيئة التي ارتكبها آدم، أخرجت الناس بخطيئتك إلى الأرض. في الروايات الصحيحة الثابتة
فقال: فهل وجدت فيها، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين سنة. قال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. أخرجه. وهو كما ذكرنا احتجاج من آدم عليه السلام بالقدر على ذنب تاب منه، حصلت له مصيبة بسبب هذا الذنب، فهذا الاحتجاج بعد التوبة احتجاج صحيح، أما قبل التوبة فهو كلام حق يراد به باطل، لأنه يراد به إلغاء مسؤولية الإنسان عن التوبة والرجوع عما فعل من معاصي الله سبحانه وتعالى. لا يصح الاحتجاج بالقدر مطلقا، إنما يحتج بالقدر في المصائب والمحن وفي الذنوب بعد التوبة منها، لأنها صارت بمنزلة المصائب. وقوله: اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي. والآيات المتلوة أعظم أثرا من الآيات التي هي خوارق للعادات معجزة. فاذهب أنت وأخوك بآياتي، ليس فقط الآيات التي هي العصا التي تصبح حية وضم اليد إلى الجناح، وإنما أن يذهب بآيات الله سبحانه وتعالى التي هي البيان للتوحيد والإيمان والقدر واليوم الآخر، كما بين لموسى صلى الله عليه وسلم، كما بين موسى عليه السلام وهارون لفرعون حين دعواه إلى الله عز وجل. قال: ولا تنيا في ذكري. قال علي بن أبي طلحة لابن عباس: لا تبطئ. قال مجاهد عن ابن عباس: لا تضعف. والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله، بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون، ليكون ذكر الله عونا لهما عليه، وقوة لهما، وسلطانا كاسرا له، كما جاء في الحديث: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو منادز قرنه، منادز عدوه. ذكر الله عز وجل للداعي إلى الله سبحانه وتعالى كأنه ضرورة من الضرورات، أو هو كذلك. وإذا قلنا أن الصلاة ذكر، فهو فعلا الذكر ضرورة، فالتواني في ذكر الله من أعظم أسباب فشل الدعوات، أن يكون الداعي كثير الكلام قليل الذكر، يترتب على ذلك ضعف النور الذي عنده، كما يترتب عليه دخول أمراض خطيرة إلى قلبه، ذكر الله عز وجل يطردها ويبعدها. فقوله تعالى: ولا تنيا في ذكري، دليل على أنه لا ينبغي على الداعي إلى الله أن يفرط أبدا في ذكر الله سبحانه وتعالى. والذهاب والدعوة تكون بالآيات، بما أنزله الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وعتى وتجبر على الله وعصاه، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، كما قال يزيد الرقاشي عند قوله: فقول له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال: يا من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف بمن يتولاه ويناديه. يتحبب يعني يفعل ما يؤدي إلى الحب ذلك العدو له لو فقه وعلم. يا من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف بمن يتولاه ويناديه. وقال وهب بن نبي: قول له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. هذا كما سبق ذكره في حديث وهب الطويل المنقول عن الإسرائيليات. قال إني قول له إني إلى العفو والمغفرة
أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. وقال عكرمة في قوله قول له قولا لينا قال لا إله إلا الله. وقال عمرو بن عبيد عن الحسن البصري فقول له قولا لينا إعذارا إليه قول له إن لك ربا ولك معادا وإن بين ذيك جنة ونارا. وقال بقية عن علي بن هارون عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن نزال بن ثبر عن علي في قوله فقول له قولا لينا قال كنه. كنه يعني قول له إيه يا أبا الوليد مثلا، كما يذكرون أنها كنيت فرعون، الله أعلم. يعني يمكن أن يقال فلان عظيم الروم، عظيم القبط، ملك كذا، وإن كان كلمة عظيم أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعملها ولم يستعمل كلمة الملك، لم يقل إلى هرقل ملك الروم، وإنما قال إلى هرقل عظيم الروم، لأنه معظم عندهم بالنسبة إليهم وليس ملكه ملكا حقيقيا. وكذا روي عن سفيان الثوري كنيه بأبي مرة، هم بيسعد يذكره أبي مرة وأبو الوليد، وذكروا الكلام ليس إيه لم يكن لا موسى ولا فرعون يتكلمون ليه العربية عشان نقول مرة والوليد، الله أعلم. والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق يكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله لعله يتذكر أو يخشى أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى أي يوجد طاعة من خشية ربه، أي يوجد طاعة من خشية ربه، كما قال تعالى لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو يخشى. فعلا أقول يا فندي فعلا ليس فيها آية، لكن جل من إيمان لا يخطئ ولا يسهو، حتى الحافظ ابن كثير ويخطئ في تفسير القرآن يذكر آية أو تكون خطأ من النساخ، لكن فيش نسخ تانية فيها تصحيح. قال فالتذكر الرجوع عن المحذور والخشية تحصيل الطاعة، أو التذكر ذكر الله عز وجل وذكر الآخرة، لأن هذه الأمور التي أمر بأن يذكرها لفرعون. أو يخشى يقع في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه، فالتذكر أن يتذكر الإنسان بداية خلقه ونهايته وأمر الجزاء وأمور التوحيد. أو يخشى هذا التذكر يؤدي إلى حصول الخشية في القلب والخوف من الله عز وجل فيؤدي إلى حصول الطاعة. قال الحسن البصري لعله يتذكر أو يخشى يقول لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه. يقول وها هنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن إسحاق. يعني الأشعار الجاهلية تدل على أنهم كانوا يعرفون قصة موسى، ولا شك أن هناك كان بعض الأخبار التي يعني كانت عند العرب قبل البعثة عن قصة موسى من اختلاطهم باليهود فصوها في الشعر. قال وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، بعثت موسى رسولا مناديا. عندكم إلى برضو بعثت إلى موسى رسولا مناديا فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا فقول له هل أنت سويت هذه بلا وتد
حتى استقلت كما هي للسماء قائمة بلا عمد. وقول له أنت رفعت هذه بلا عمد، أنت سويت هذه الأرض يعني بلا وتد حتى استقلت كما هي. وقول له أنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانية. وقول له أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، اللي هو القمر. وقول له من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا، ضاحي اللي هو في الحر يعني. وقول له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. معلوم أن عمرو بن زيد النفيل كان موحدا من العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يقول تعالى إخبارنا موسى وهارون عليهما السلام أنهما قال مستجيرين بالله شاكين إليه إننا نخاف أن يفوت علينا أو أن يطغى، يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. أنا قال عبد الرحمن بن أسلم أن يفرط أن يعجل، قال مجاهد يبسط علينا، قال الضحاك ابن عباس أو أن يطغى يعتدي، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخافا منه فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء، واعلم أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله قال لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون فقال ربي أي شيء أقول، قال قل هيا شر هيا. قال الأعمش فسر ذلك أنا الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء. إسناده جيد. غريب، لا شيء غريب دي مش مكان من كثير، لا تصحيف، هو في غرابة نعم، ولكن معناه أن الحي قبل كل حي والحي بعد كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هل كانت رسالة موسى تشمل دعوة فرعون إلى الله على رغم أنه لم يكن إسرائيليا؟ ده هو أساس الدعوة التوحيد. ده سؤال غريب جدا، ده نص الآية لعله يتذكر أو يخشى الله عز وجل، فدعواه إلى الإيمان بالله وإرسال بني إسرائيل.